بسم الله ما شاء الله بيك لهم ايديه، تقدري تعملي الرقاق الطري اللي انت شايفاه قدامك ده، اجمل رقاق تعمليه ما شاء الله، مش بياخد من معانا وقت خالص، احلى رقاق وطري شايفين بقى جماله، بسم الله ما شاء الله. اللي حابب يعرف الوصفه دي انا عملتها ازاي او الفيديو الجميل ده تخش معايا تشوفي انا عملت الفيديو الحلو ده ازاي، بس اهم حاجه يا ريت تفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم مني كل وصفاتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين، يا رب تكونوا كلكم بالف خير. ان شاء الله هنعمل زي ما انتم شايفين النهارده احلى حاجه كده، هنعمل الرقاق الطري بسم الله ما شاء الله. ده كل اللي عملته هو شويه من الدقيق، كيلو يعتبر كيلو من الدقيق، عليهم حطيت عليهم ذره من الملح، حاجه بسيطه كده، وهتعمليها بحبه تعمليه بحليب، حبه تعمليه بلبن رايب بيبقى احلى واحلى، حبه تعمليه بميه برده، كله ماشي وياكي. النهارده كان عندي شويه من الحليب، زودت عليهم شويه من الميه طبعا، وعملت عليه عجنت بهم زي ما انتم شايفين كده تمام. طبعا بتن اللت في العجينه وبنعجنها كده لحد ما تتكور معاكي عجينه، تكون ملمسها ناعم تكون حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده، بتن ندلك في العجينه. وكل العجينه دي طبعا مش بنحط لها خميره ولا حاجه، هم كل الحكايه شويه من الزيت، قيمه ربع كوبايه من الزيت زي ما انتم شايفين كده، ربع كوبايه من الزيت تمام، وشوية ملح وشوية حليب او شوية مية. دي كل العجينة بتاعتنا بتاعت الرقاق الطري، نعملها كده ما شاء الله بتبقى حلوة قوي، وبتطلع معانا مرقة وجميلة كده زي ما انتم شايفين. هعجن العجينة اهي، هتبني لت فيها كده لحد ما تتكور معايا كورة حلوة، كل ما المسها ناعم كده تمام، تبني تدلكي بقى في العجينة كده لحد ما بتلمها خلاص معاكي، ما بيكونش فيها اي دي، ولازم تعجنيها صح عشان يطلع الرقاق بتاعك معاكي مورق وحلو تمام. انا اخلصها عجن وارجع اوريها لكم وانا بكورها. بسم الله ما شاء الله، شايفين بقى العجينه وملمسها بسم الله ما شاء الله، حاجه كده ما شاء الله جميله قوي. تقدر بقى ان انت تكوريها، وبعد ما تكوريها هتسيبها معاكي ترتاح ربع ساعه، لو انتش مستعجله عليها ممكن تسيبها وياكي نص ساعه ترتاح، هتطلع معاكي في الخبز كمان احلى واحلى كمان زي ما انتم شايفين. انا باخد كوره كده الرقاق بقى حسب ما انت عايزه، كوره صغيره الكور تعملها كبيره، شايفين انا بلم الكوره على بعضها اهي تمام زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى الكره بتاعتي، طبعا انا عايزه الحجم الحلو ده، مش هكبر ولا صغر عن كده تمام. هتعملي هتطلعي وياكي النهارده احلى رقاق طري هتاكليه كده باي نواشف، هتاكليه معاكي بيبقى حلو قوي الرقاق الطري دي، بتاكلي معاه اي حاجات بقى نواشف، عايزه تاكليه جنب الاكل كده حاجه ما شاء الله حلوه قوي بالرقاق. طبعا كلنا ما بنستغناش عنه في قلب البيت، كلنا بنعمل رقاق طري كده زي ما انتم شايفين تمام. شايفين الكره حجمها بقى، خلاص انا هكور كل طبعا لو قلتولي انت ما وريتناش التصوير طبعا من الاول ليه، والله انا ما كنت حابه اصور بس علشان ايه المشاهدات طبعا قليله عندي خالص، وطبعا اللايكات ما بلاقيش لايكات، فالواحد بيبقى محبط والله ان هو يعمل وياكم اي فيديوهات، فيا رب تشجعوني ويا رب تكون فيديوهاتي عجباكم، ويا رب تكتبوا لنا تعليقات حلوه كومنتات حلوه، وطبعا انا منبسط بالكومنت بتاعكم والله العظيم واللايكات بتاعتكم، بس اهم حاجه يا ريت محدش يشاهد الفيديو من غير ما يحط لنا اللايك، عشان طبعا انتوا عارفين كلكم اللايك بيرفع معايا الفيديو تمام. فاحنا كده اهي هنعمل معاكم النهارده الرقاق الطري زي ما قلت لكم. طبعا انا هكور العجينه اللي معايا زي ما انتوا شايفين كلكم كده بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هوريكم هنعمل فيها ايه. صورتين ثلاثه طبعا بسم الله ما شاء الله. اول كره كده بناخدها ويانا زي ما انتوا شايفين، بحط تحتها شويه من الدقيق ما بكترش، وشويه من الدقيق فوق كده زي ما انتوا شايفين، وطبعا معانا طبعا المشيبه بتاعتنا تمام زي ما انتوا شايفين اللهم بارك. ولكن بقى ابطل كده لحد ما اوسع الرقاق بتاعتي وياي تمام زي ما انتوا شايفين اللهم بارك، ابطل تمام. شايفين الرقاق معايا شكلها ما شاء الله وسع، طبعا كنت بقى اعملها كده زي ما انتوا شايفين، اوسعها شويه كده اللهم بارك تمام. شايفين الرقاق بقى بسم الله ما شاء الله، طبعا بحطها بقى على المطرحه اللي هدخلها الفرن، هدخلها الفرن واوريها لكم بقى. ما شاء الله بقى شايفين الرقاق في قلب الفرن تحفه، شايفين خدت بقى الرقاق بتاعنا، طبعا مش بنحمره قوي من فوق
نخليهم ورق معانا حلو كده. تمام تمام شايفين شايفين ما شاء الله شكل الرقاق تحت شايفين تحفة. اللهم بارك. شايفين بقى الرقاق حاجة كده ما شاء الله تحفة شايفين. بياخد بس توريقة من فوق حاجة حاجة كده بسيطة وبنطلعه على طول شايفين. اللهم بارك. طبعا انا هخلص الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هخلصها كلها معايا خبيز وهوريها لكم ان شاء الله شايفين. اللهم بارك. طبعا شايفين جمال الرقاق بسم الله ما شاء الله حاجة كده تحفة حاجة كده تتاكل لوحدها كده من غير اي حاجة ما شاء الله. يتاكل لوحده عيش يتاكل لوحده رقاق يتاكل لوحده حاف كده بسم الله ما شاء الله. شايفين بعد ما طلعته من الفرن حاجة تحفة خالص يا بنات. تقدري ان انت بتعمليه بشوية شوية من الدقيق وشوية مية وشوية وذرة ملح وشوية حليب بتعملي احلى رقاق طري زي ما انتم شايفين الجمال اللي انتم شايفينه ده. يلا اللي وصل معانا لحد هنا ما ينسناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. دمتم في حفظ الرحمن مع ألف سلام. باي.